السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 16/2/2024 في الجولة 25 من الدوري الإيطالي. قبل ما نبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الجمعه 16/2/2024 بدايه الجوله 25 من الدوري الايطالي. نادي تورينو فاز على ليتشي 2-0، وانتر ميلان فازت على سالرنتانا 4-0. احرز الاهداف ماركوس تورام في الدقيقة 17، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19، دينزل دومفرس في الدقيقة 40، وماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 90. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الايطالي ترتيب الهدافين بعد نهاية مباراتي اليوم. المركز الاول انتر ميلان سجل 63 نقطة، او عنده 63 نقطة يعني. يوفنتوس المركز الثاني 53 نقطة، ميلان المركز الثالث 52 نقطة، بولونيا المركز الرابع 42 نقطة، أتلانتا المركز الخامس 42 نقطة، روما المركز السادس 38 نقطة، لاتسيو المركز السابع 37 نقطة، فيورنتينا المركز الثامن 37 نقطة، تورينو المركز التاسع 36 نقطة، نابولي المركز العاشر 35 نقطة، مونزا المركز 11 30 نقطة، جينوا المركز 12 29 نقطة، ليتشي المركز 13 24 نقطة، فروسينوني المركز 14 23 نقطة، ودونيزي المركز 15 22 نقطة، إيمابولي المركز 16 21 نقطة، ساسولو المركز 17 20 نقطة، هيلاس فيرونا المركز 18 19 نقطة، كالياري المركز 19 18 نقطة، وسيلرنتانا المركز 20 والأخير 13 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين في المركز الأول لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان سجل 20 هدف، المركز الثاني دوشان فلافيتش لاعب يوفنتوس سجل 12 هدف، المركز الثالث أوليفي جيرو لاعب ميلان 11 هدف، المركز الرابع ماتياس سولي لاعب فروسونيو 10 اهداف، وماركوس تورام لاعب انتر ميلان. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.